تعالوا بقى نشوف مقادير الكيك بوبس. عندي الكيك اللي انا هشتغل بيها كوبايه لبن، وعندي كوبايه سكر، وكوبايه من مشروب الشوكولاته السريع اللي هو المحلى، او نص كوبايه كاكاو، يعني ده او ده، تمام. وعندي كوبايه زيت، وكوبايه دقيق، واتنين بيضه، وفانيليا، ومعلقه بيكنج باودر. للتزيين بقى عندي اختيارات كتير، اي نوع من الشوكولاته الخام، البني او الابيض، اي حاجه، فرماسال الوان، عصيان. المصاصات دي بنجيبها من مستلزمات الحلواني، برضو بتبقى اسعارها لطيفه، نقدر ان احنا نشكل بيها. ممكن نعمل ورق السلوفان نلف بيه المصاصات، شريط ساتان، ممكن ربع كيلو كريمه الحلويات دي ممكن نعمل فيها الشوكولاته، تبقى جناش شوكولاته ونسيح ونزين بيها. فانا كل ده بديكوا اختيارات، لكن تعالوا احنا هنشتغل ازاي، تعالوا هقول لكم دلوقتي. اول حاجه كده هجيب الخلاط، نجيبه جنبنا بقى ليه؟ عشان كده هنمشي كتير، هناخد تاكسي رايح جاي للخلاط. وعايزين كمان جنبنا. يا سليم احنا هنعمل لك الكيكه دي على فكره عيد ميلادك. نجيبه يا ماما اللي هتعملها كدا. لك انا اللي هعملها. بص بقى، نحط الفيشه كده. كيكه في الخلاط. ايوه. بص بقى ليلو، هنحط اول حاجه، احفظ بقى ليلو معايا، يلا بينا. كوبايه لبن. لبن ولا حليب؟ حليب او لبن. زيت. بس في بعض البلدان يعني بتقول على الحليب، الزبادي بالنسبه لهم حليب، يعني اللبنان متهيألي بيقولوا عليه كده. معانا رشيد من المغرب، ممكن نساله بقى بيقولوا ايه على اللبن. رشيد. نعم نعم. ازي حضرتك؟ نعم الله عليك. اولا انا بشكرك على برنامج كويس والحلو. الله يخليك. وعاوز اسالك على العيش المصري، عندما يكون المكونات مضبوطة، كم هو الوقت علشان يكون طحين خامر يخمر؟ يخمر يعني يخمر. نعم تمام. يخمر. انا عملته ولم انجح. لا هجاوب حضرتك، تعطيني العيش المصري صح؟ العيش البلدي قصدي بتاعنا. بشكرك وبشكرك. حاضر. طب بتقولوا ايه على اللبن؟ طيب استاذ رشيد قفل. حاضر هقول لحضرتك. موضوع التخمير بتاع العجينه ده بيختلف ما بين درجه حراره المكان اللي احنا فيه، يعني بعد ما احنا يعني ممكن تنزلوا لنا مثلا العيش اللي احنا عملناه في الطاسه، العيش البلدي او الشامي او اي وصفه، ممكن ننزل لها المقادير، وبعد ما نعجن العجينه كويس جدا، مهم قوي ان احنا نبقى مستخدمين خميره حلوه كويسه. وقلت كذا مره مثلا ازاي نختبرها، ازاي نختبرها يا استاذ رشيد؟ هنحط معلقه من الخميره على معلقه سكر على ربع كوبايه من الميه الدافيه. لو الخميره معايا فارت يبقى الخميره دي شغاله كويس واقدر اشتغل بيها في العجين بتاعي. خلاص؟ طيب اتاكدت ان الخميره كويسه، استخدم كمان مخبوزات، دي مخبوزات بيبقى اقوى من الدقيق العادي فبيدي نتيجه احسن. بعد كل ده هعجن العجينه عجن كويس جدا. المخبوزات والعيش والكلام ده محتاج عجن مني عكس البسكوتات، عجن كويس جدا يعني حوالي 7-8 دقائق عجن مستمر. بعد ما هعمل ده هقوم سايباها تخمر. هتخمر قد ايه؟ على حسب درجه حراره، يعني انا في الصيف العجينه معايا ممكن تخمر بعد ساعه الا ربع ساعه، ممكن في الجو الساقع تخمر بعد 4 ساعات، فلازم تتضاعف حجمها. لو ما تضاعفش حجمها يبقى عندي الخميره فيها مشكله، عشان كده دايما بقول نعمل تيست الخميره قبل ما نبدا في العيش. اتخمرت وضعفت حجمها، هبدا بقى اشكلها على كور صغيره وابدا افردها بالعيش. ممكن اعملها على الطاسه، ممكن اعملها في الفرن، منتهى السهوله ما فيهاش اي حاجه. تمام. رسيت الفرن. ينفع نعمل العيش على الطاسه؟ عملناه قبل كده على الطاسه. فاكر بقى حطينا ايه؟ تمام. كوبايه لبن، حليب، كوبايه زيت سكر، وهحط الكاكاو. كاكاو ريحته جميله جدا. ايوه. بص لو هنحط كاكاو خام هنحط نص كوبايه، لو هنحط مشروب الشوكولاته اللي هو السريع اللي هم الولاد بيحبوه المحلى هنحط كوبايه. دين 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 دين. تمام. يلا بينا. هنقلب كل ده كده. ولا سمع اي حاجه. بص بقى لينو. يا سلام. هناخد كوبايه من الخليط ده، هناخد كوبايه من الخليط ده، شايف بص بقى تقيل ازاي؟ واو. هناخد كوبايه من الخليط ده،
هناخد مين معانا؟ مين عفاف؟ ده عامله زي شوكولاته شويه لبنيات مظبوطه جدا معانا. دي فتحه ودي غدا. استاذ عفاف الو. ايوه نوع الشوكولاته. السلام عليكم يا شيف اسماء. عليكم السلام. اتفضلي. الو مع حضرتك. اتفضلي يا استاذ عفاف. يا شيف اسماء كويسه؟ الحمد لله يا حبيبتي والله يا احسن الحمد لله. من عفاف. الف سلام عليك يا شيف. الله يخليك يا حبيبتي. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله والله كله بخير الحمد لله. وحشتوني بس. ماشي. خليك الف سلام عليك. الله يخليك. انا ما عنديش اطفال، لي 15 سنه. تمام. وانا عايزه بعت جواب لرهان سعيد، ورهان سعيد ما يعني ما رديش علي، بعت له والله ثلاث شهور، قلت هي بتعمل حق مجهري. تمام. بصي انا ما عرفتش اتواصل معاها. سيبي رقمك في الكنترول. يعني انت توصليني ليها. طيب سيبي رقمك في الكنترول وانا هوصله للاعداد بتاع برنامج ريهام. وهي على فكره او مش بترد يعني هي الله يكون في عونها، يعني الله يكون في عونها فعلا، يعني كل الناس بتكلمها بجد عشان بيبقوا محتاجين طبعا، عندهم طفل مريض، عندهم عايزين بيتعالجوا مش عارفه من ادمان، موضوع الحقن المجهري، موضوع الولاد، حاجات كتير جدا. فبجد الله يكون في عونها، هي يعني في ناس كتير جدا بتحتاجها، فهي مش قصده ان هي ما تردش، فهو بس ضغط الموضوع عليها. فانا ان شاء الله سيبي رقمك وانا هوصله لفريق البرنامج. شكرا يا حبيبتي. بصوا بقى حطينا ايه فوق، بعد ما خدنا الكوبايه حطينا كوبايه دقيق، حطينا بيضتين، حطينا بيكنج باودر وفانيليا. وفانيليا الغطا فين يا ليلو؟ الغطا اهو. جري. جاهزين؟ ونضرب. تسلية. تسلية. بس بقى ليلو، اي بقى صينية، اي صينية، لان انا كده كده هفتت الكيك ده. ممكن تديني سباتولا من دارك؟ نفتته يعني ايه يا شيف اسماء؟ هفتته خالص، يعني عشان كده قلت لو كيك حتى باظ مننا او كتم او اي حاجه من الحاجات دي مفيش مشكله، ممكن اشتغل بيه، ممكن نصلحها يعني. اه يعني انا مش فارق معايا تبقى الكيكه هشه وعاليه، لا خالص مش فارق معايا خالص الموضوع ده. تمام. تمام. يلا نحطها بقى. بام 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 بام. استنى اهو بس بقى يديله. هنحطه في الفرن على درجة حرارة 180، وبعدين هنقوم بعد ما يستوي هحطه بقى في أي قالب. بعد ما يستوي بص بقى يديله هنفتتها بالظبط كده، هنفتت كل الكلام ده. ناخد نور. ازيك يا نور؟ شبه البراوني بالظبط كده. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. ألف سلامة على حضرتك. الله يخليكي. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي لي. اتفضلي. جميل. انا معاكي وانتي وكمان والله جدا جدا جدا. اتفضلي انا معاكي. عايزه طريقه التورته بالشوكولاته عشان مش بتظبط معايا خالص. تمام. اللي هي التورته بتبقى اسفنجيه. افتتها معاكي يا شيف اسماء؟ حاضر هقول لك حبيبتي. شاطر يا ليفو. عينيا يا حبيبتي. كيكه الاسفنجيه دي عامله رعب لكل الامهات. بص بقى يا ليلو هحط شوية من الصوص ده عشان أنا عايزة أمسك اللي احنا شلناه بالظبط كده. عايزة أعمل الكيك دي زي العجين، عشان كده بقول لك مش فارقة خالص، مش فارقة تعلى أو توطى بالظبط. يعني ده حل لو كيك باظ معاكي هتعملي بيه إيه. أهو بص اتقلبت معايا عجينة، هو ده اللي أنا عايزاه. على فكرة يا شيف أسماء أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. حاجة قولي. مهمة جدا جدا جدا. ايه قولي. انت كل اللي بتعمليه ده ينفع مشاريع على فكرة للشباب. ايوه طبعا ممكن بجد. نعمل بيه حاجات كده بجد. يعني في حلقة احنا عملناها بتاعت اللانش بوكس. ايوه ده في ناس عاملاها مشاريع على فكرة. دول شغالين بيها. بيبيعوا اللانش بوكس الولاد. جاهز كمان. يعني احنا كمان بنعمل اكل، وعلى فكرة بندي افكار كمان للمشاريع. احنا ممكن بقى كمان يا ليلو ما هستأذنك تجيب لي طبق. طبق 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 طبقنا. طبق قد ايه؟ اي طبق. اوكي. بصوا هكورها كده كويس وهبدا اكورها كده. عندنا حاجات كتير جدا في الجهاز بتاعنا فالدنيا حلو. الطبق ده يا سلام حلو قوي يا ليلو. عملنا كوره. ايوه
يلا تكور معايا ليلو. يلا احنا بنبني عشان نعمل كور. بصوا بقت عامله زي العجين ازاي اهي، عايزه اوريها لكم اهي. عم ايوب زمان قال لك كان جاب 12 كيلو بسبوسه اهي. بقت عجينه خالص اهي، 12 كيلو بسبوسه. هو ده اللي انا عايزاه، واحد قشط قد كده. ونعمل بقى كور كده. انا اسرع منك، انا اسرع منك. ايوه انا اسرع منك. شوف نعمل سباق. يلا يا ليلو يلا بينا، بس نجيب هنا عشان يبقى ايه السباق متوازن. انت ايه ما قلتليش نعمل كور كده. ممتع بقى الموضوع ده جدا يعني. لو معانا بقى اولادنا وكده ممتع جدا جدا جدا، هيقعدوا يتسلوا معانا الموضوع ده اهو. انا بقى وانت بتكور كده هدخل على الخطوه اللي بعديها. تمام. عندي بقى شوكولاته مسيحاها الشكل ده كده اهي بجد. اي ماما قاعده في البيت، عندي شوكولاته برده بيضه. اي ماما قاعده في البيت عايزه تعمل مشروع ولا حاجه، والله ينفع مشروع، صدقوني ينفع مشروع. بص بقى يا ليلو، بس عايزين نسبه نشيل اسماء بقى. بص بقى ليلو، دي عصيان بتتباع عند اي مستلزمات حلويات. دي بتتاكل؟ لا دي عصيان هنعمل بيها المصاصات زي الشاليمو. ايوه اوكي تمام اهي. في منها ابيض وفي ابيض في بينك وابيض في لبني وابيض ساده، يعني الوان. تمام اهو، هحطها في الشوكولاته السايحه بالشكل ده. الخطوه دي مهمه بقى جدا اهي. ليه بقى؟ هحطها كده، هقول لك يا ليلو. تمام هحطها كده ماشي، عشان لما اجي احط الكوره بتاعتي يا ليلو كده الشوكولاته تنشف. عشان لو ما عملتش الخطوه دي الكوره هتقع منك. لا لا ما كنتش اعرف الفكره دي. يبقى خطوه مهمه جدا طبعا. شايفين الشوكولاته دي هي اللي هتمسك الكوره، هتنشف طبعا. لو ما عملتش الخطوه دي الكوره هتقع. اهي المفروض كده تتحط في التلاجة بقى يشيل اسمها ولا ايه؟ المفروض تجمد بقى في التلاجة او بره يعني ليلو، مش مهم. عشان المهم بس تنشف؟ كور انا جميلة. ممكن ايه اعملها كده اهي. معانا شوشو. ازيك يا شوشو؟ كفايه كميه الكور دي ولا نجيب كور تاني؟ كفايه. يلا اعمل معايا. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك انتي؟ سلامتك الف سلامة. الله يخليكي، تسلمي يا رب. تسلمي لي والله، وحشنا جدا الشيف. والله وانتوا اكتر، ربنا يخليكي. الله يخليكي حبيبتي، تسلمي بجد. انا بعمل اكلك طلع جميل، كنت وعملت الكرواسون كنت عاملاها جميل جدا. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. اهم حاجه حلو. يطلع مظبوط معاكم. الله يشفي اسماء. ايش شوفي شبه المصاصه اهي، شبه المصاصه. بصوا يا جماعه لونها ايه، بصوا عامله ازاي. يبقى شبه المصاصه بقى تنشف خالص. الشوكولاته بقى هتنشف على طول يا ليلو. انت كانك رسمها يا شيخ. ايوه بص، بنقعد نلفها فالشوكولاته السايحه بتعمل اشكال. شفت بقى يا ليلو؟ واو. بتنزل اي شوكولاته زياده وفي نفس الوقت بتجمد. طب واحنا المفروض بقى نحطها على ايه لما نعملها كده؟ هقول لك بقى، على شبكه، على طبق، اي حاجه مش مهم. جميله جدا. او ممكن نوقفها بقى على حاجه استند للشاليمو. ممكن تديني دي يا ليلو؟ ديت؟ اه حاضر. الزرعه دي لقيتها كده عندي، فممكن ان احنا شوف تحطيها فين بقى عشان بيزعق لي في الفلير بيس. بص كده اهي اهو كده. واو. طبعا بس نحطها بعد ما الشوكولاته تنشف. وهكذا. تمام هنطلع بقى فاصل وهنقعد نعمل كده كام شكل. عايزه اوريكم بس شكل تاني اهو. هنحط الشوكولاته، لازم الخطوه دي يا ليلو زي ما اتفقنا طبعاً. مهمه جدا مهمه. وبعدين نحط الكوره. يفرق حجم الكوره شيء اسماء كبيره من الصغيره ولا عادي؟ عادي عادي تمام. عادي اهو اعمل كده شوكولاته كده. ولو احنا غطسناها تقع يعني؟ عشان لسه ما نشفتش. انا بس بسرعه، انا بشتغل بسرعه فلسه ما نشفتش. مظبوط اهو. بص يا ليلو، تسلم ايدك يا شيف اسماء. حلوه يا ليلو، هتعملها فكره بسيطه وسهله جدا، وبجد بجد تنفع مشروع. تنفع مشروع لاي ماما قاعده في البيت. كل الزيادات كده من عليها. وممكن نعمل كمان وعندي اهو فارماسيل كده ملون. اسمه ايه يا شيف اسماء؟ فارماسيل. طيب اوكي ماشي. وهنقوم ايه حاطين كده. واو الوان جميله.
تصدق ده فعلا بقى لم قوي. ده لم كمان الشوكولاته. عارفين كمان انا بعمله ساعات يعني بقوم عاملاه فابني كده بيبقى عنده عربيات بتاعت مصاصات اكيد عارفينها يعني. ايوه ماشي امسك معايا دي. حاضر. عنده كده عربيه كده بيتحط فيها المصاصات او احنا بنبيعها بتتباع في سوبر ماركت يعني عموما. فممكن نجيب العربيه دي ونوقف فيها المصاصات في العيد ميلاد في الكلام ده. شكلها فكره جميله جدا. وممكن كمان في حته فيلي كده نزينها ونخرمها في كذا فكره كده. استنوا ما نشفتش لسه عايزه تنشف. هنطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل هنكون عملنا كام واحده كده نوريها لكم ويلحقوا كمان ينشفوا عشان تشوفوهم. استنوا استنونا.